ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. لو فكرنا شوي بمبدأ الألعاب الإلكترونية يلي بتنلعب على الإنترنت، وخاصة ألعاب التحدي، رح نلاقيها بتقوم على فكرة إنه تخلي اللاعب يدمن اللعب ويصر إنه يكمل لمراحل أبعد وأبعد. بس شو الطعم يلي بيكون موجود باللعبة يلي بيخلي اللاعب يدمنها؟ أغلب الألعاب يلي بتحقق انتشار واسع بتقوم على مبدأ المال والسلطة، فهي أما ألعاب جمع أموال افتراضية بيقدر اللاعب يشتري فيها يلي بيحتاجه ليطور لعبته ويقطع فيها مراحل أبعد ويكون عنده الإمكانية لمنافسات أوسع، فحالة جمع المال بتأثر على اللاعب نفسياً وبتخليه يسعى ليجمع أكبر مبلغ ممكن من المال حتى لو كان هذا المال افتراضي مو حقيقي. بس الحالة هون تشبه حالة المال الحقيقي، أو بالأحرى تشبه حالة القمار. إذا اللاعب ربح بالقمار بصير بده يلعب أكتر ليربح أكتر، وإذا اللاعب خسر بصير بده يلعب كمان ليعود خسارته، وهيك بصير عنده إدمان على اللعب. أما النوع الثاني من ألعاب الإنترنت يلي بتسبب الإدمان، فهي الألعاب يلي بتقوم على مبدأ القوة والسلطة، مثل الألعاب القتالية والألعاب تبع الحروب، واللي بتمنح المقاتل سلطة أوسع وقوة أكبر كل ما قطع أكتر بمراحلها. كل ما كان تقدم باللعبة بتزيد أسلحته اللي بيقدر يقاوم ويقاتل فيها خصومه، وبالتالي بتزيد قوته وسيطرته. كل ما سيطر على منطقة بعد قتل خصومه بيصير عنده رغبة يسيطر على مناطق تانية، حتى وإن كانت هالسيطرة وهمية وافتراضية وما بتتجاوز شاشة التليفون أو الآيباد أو الكمبيوتر. يلي بيصير بهي الألعاب هو تماماً مثل ما بيصير على أرض الواقع وقت فئة معينة بتسيطر على مناطق وبتفرض سيطرتها عليها، بتخلق عندها الرغبة بالسيطرة على مناطق تانية المحيطة، ومن منطقة لمنطقة بتتضارب المصالح وبتشتعل الحروب. الألعاب يلي بتقوم على هالمبدأ بتخلق كمان حالة من الإدمان عند اللاعب. الخلاصة أنه حب المال والسلطة هن غريزة عند معظم الناس، مشان هيك ألعاب الإنترنت يلي بتقوم على مبدأ جمع المال وفرض السلطة هي ألعاب بتجر لاعبينا للإدمان. فمن الضروري ننتبه كتير قبل ما نقرر نلعب أي لعبة لحتى ما ندمن اللعبة ونستنزف وقتنا وطاقتنا. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.